كديس الخلا والهر المعلم يعبر سريعا أمام عربتك التي تقطع الصحراء الخالية، أو يتسلل إلى خيمتك لينال بعض اللحم الباقي من ذبيحتك أو صيدك في الخلاء المفتوح، أو يترصدك بعينيه البارقتين من بعيد في السواحل المعتمة كأنه جني القمر الحارس، لكنه قد يصيبك بالخوف من نظراته الواحدة التي لا ترمش فيها جفونه المخفية. أما أنا فإنني عندما أشعر بحركته من حولي أو ألمحه فأشعر بالأنس والاطمئنان، لأنه صياد ماهر يستهدف الأفاعي والقوارض والسعادين الجوالة، ويخلصنا من فسقها وعدوانها على مقتحمي الخلوات البرية من أمثالنا. إنه قط بري بحجم القط المنزلي، إلا أن أذنيه أكبر ليشتد سمعه، وله خطم أبرز وخد أعرض وشعر غليظ الملمس كأنه نمر صغير. يبدو أنه تزاوج قديم بين التفه أو الوشق، ذاك القط المتوحش، وقط بلدي دفعت به ظروفه إلى الخلاء فتكيف معها وصار منها، وصار من حيوانات الليل المستورة المتخفية. يقولون عنه إنه القط الرملي أو الصحراوي، ويسمونه في بعض ديار السودان كديس الخلاء، الذكر منه كديس والأنثى كديسة، وهي كلمة تعربت بأسلوب التذكير والتأنيث والميزان الصرفي العربي، وأصلها نوبي عريق. ولكن كديس الخلا أو الهر البري شيء يجمع بينها كلها. ومن أطرف الثقافات الشعبية عن هذا الكديس أنه حارس التوائم، وأن التوأم ينتقم لنفسه بالليل إذا ضربته بالنهار، فيتحول إلى كديس بري فيخمش وجهك ثم يعود إلى صورته البشرية الأولى. والعجيب أن بعض أهل البادية في بادية البطانة السودانية ما زالوا يأكلونه، بينما لا يأكلون القط المستأنس في البيت. هذا القط ذكي سريع وخجول جدا ومتكتم، إلا أنه متمرد فوضوي يقلب عليك المكان إذا ضيقت عليه مساحة حريته، ولا يتمسح بانتهازية كالقطط المنزلية، ولا يتفاوض بنعومة، ولا يبتدئ المواجهة إذا كانت ستؤخر حصوله على مراده. والهر منهم يعلم صغاره الافتراس بأن يجلب لهم حيوانا قارضا كالفأر ويكون مجروحا وبه حياة، ويترك الصغار يلعبون به، وفي الواقع هم يتدربون على الصيد والافتراس. وحينما يكتفون بالتدريب بعدها يجب أن يأتي أحدهم بالعضة القاتلة بأن يعضه من أعلى رقبته، ويستمر بالعض إلى أن تفارق الحيوان الحياة. والعضة القاتلة الأولى مهمة لكل مفترس صغير، بحيث إن لم يأتي بها صغيرة فلن يستطيع الصيد. لذلك ترى القطط المهجنة والتي تباع بالأسواق ويتم تربيتها بدون أمها لا تفترس ولا تكاد تكترث للفئران. وأما هر المنزل فقد كنت أقتنيه في صغري، ألتقطه صغيرا من الحارات، وقد علمتني رفقته أن الانتماء للمكان لا للشخص، فالهر لا يتبع صاحبه إذا خرج عن مكانه، بعكس الكلب الذي ينتمي إلى صاحبه. الهر إذن كائن وطني. يعلمك هذا الهر الثقة بنفسك، فهو لا يقطع عليك كلامك وشغلك، وإذا كلمته فإنه ينصت لك ولا يصدر صوتا مزعجا، وينظر بعينيه الواسعتين المدورتين إليك وحدك ولا يرمش، فلا تراه إلا فاهما قانعا بما تقول. والهر يمنح الأسرة ضحكة بريئة غير مصطنعة، وهو يتعامل معنا بفطرة طبيعية صافية. كل حركة منه تجعلك تبتسم وتثير الحديث والنكتة، فيطفي كلامك جواً من الأنس والانشراح في محيطك. لا تجده غاضباً لأي سلوك استفزازي منك إلا إذا جاع، فعند ذلك يعلن أنك لا تستحق جواره والعيش في سلطانه المرن.
الهرو هذا الكائن العجيب يجمع بين كونه برياً كأعمامه من الفصائل السنورية المتوحشة، وبين كونه أليفاً داجناً يمنحك الفرصة لتأنس معه وتعيش في عالمه. من هذا التناقض تتعلم الحكمة وترق الطباع.